معاك ولا بالليل. إذا حد سمع عن البحيرات الوردية جعلان، هذه البحيرات الوردية لونها وردي. أنا أروح سيد ربات لك هذه البحيرات الوردية.
خمس دقائق ها؟ لا ما قبلها قبل. ما شاء الله. الله. ها ما هو حين على طول. والله حار بحر ما هو حين الحين دوري أنا إن شاء الله. ما واحد ما شاء الله يعني على طول حار بحر ها. احنا خذينا بريك شوية من الصيد. نجلس كذا شوية. الجو شوفنا. كل الأجواء. البحيرات هذه البحيرات الوردية، البحيرات الوردية هني ورانا على طول وراي، خمس دقائق بالسيارة، مرينا على البحيرات الوردية، كان زحمة العصر كذا يعني، بكرة إن شاء الله إذا في أمل، إذا في يعني صار لك فرصة نطير درون، نطير درون ونصور البحيرات من فوق. بس البحر راجع ورا كثير فشاطئ صخري فيه صخور كبيرة كل الخيط كله يطبق هناك بين الصخور. نظرة كيف الدرجة جاية. الحين نسوي لنا جاب الخيمة لكن ما سوى الخيمة. جاب السيارة بعض المصورات والبرنوس والبارتنر مالي رفيق الدرب نعم فوق الخيمة فوق الخيمة. بدينا شوي شوي الحين موسم الرحلات لمن الحين شهر 9
تقريبا 17 يوم تاريخ 17 يوم السبت هي 17 ولا 18 9 2021. الجو بدا يعني يتحسن شوي شوي، الحين بدينا شوي شوي الموسم. هذا تقريبا اول رحلة مبيت بعد هذا الموسم. الامور طيبة الحمد لله رب العالمين.